بسم الله ما شاء الله. هذا التين الشوكي يسمى أوبونتي أنديكا ديركتور. اليوم 22 ديسمبر، اليوم 2 ديسمبر 1922. ديركتور، يكون هذا التين الشوكي أصفر من الخارج بقشرة رقيقة ومن الداخل يكون لونه أخضر، ويكون طعمه مثل طعم الزهري، ويتميز أيضا بأنه يبقى مدة طويلة إلى الشتاء، ثمار تبقى لمدة الشتاء ولا يصيبها التلف، وطعمها لذيذ جداً.